معهد الشارقة للتراث حرص على التواجد في معرض الشارقة الدولي للكتاب لما لهذه المشاركة من أهمية في التواصل مع الجمهور ومع محبي التراث الثقافي. هناك إصدارات جديدة كثيرة في المعهد، أكثر من 20 إصدار جديد تقريباً، وإصدارات بشكل إجمالي هي 300 إصدار. المعهد مقره سيكون مكان للتوعية بالتراث الثقافي وأيضا لقاء بالكتاب والباحثين والمؤلفين الذين أنجزوا عدد من هذه الكتب والمطبوعات الموجودة. سوف يتوفر الكتاب هنا للتوقيع على بعض الكتب، وأيضا هناك ممكن في مجلس الجناح تعقد بعض الجلسات مع بعض الباحثين والمهتمين هنا في المعرض إن شاء الله. أعتقد يعني تنظيم المعرض جاء في وقته، تكاد أن تنتهي هذه السنة دون أي فعل ملموس في المجال الثقافي بالذات. أنا أعلم بأن الجانب الافتراضي وما يسمى ب يعني التواصل عن بعد كان مستمرا طوال هذه السنة، ولكن وجود هذا الحدث الاستثنائي الكبير مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعتبر حدث ثقافي كبير في المقام الأول، بالإضافة إلى سوق مهم لبيع الكتب وبيع المصادر والمراجع.